السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة المرحلة الثانوية. إن شاء الله نبدأ نكمل معكم الحلقة الثانية إن شاء الله من حلقات كيف تفوق في الكيمياء العضوية. دي الحلقة رقم 2. الحلقة رقم 2 هنبدأ النهاردة. إحنا المرة اللي فاتت قلنا المركب العضوي، كلمنا عنه، كان عنوان كيف أتعرف على المركب العضوي. هنا المرة دي أو النهاردة هنتكلم عن حاجتين، في مركب عضوي مشبع وفي مركب عضوي غير مشبع. احنا سمعنا عن الكلمة دي في أولى ثانوي في الأحياء مش في الكيمياء. سمعنا إن في زيوت مشبعة وزيوت إيه غير مشبعة، لو أنتوا فاكرين، مش فاكرين مش مشكلة. إيه حكاية المشبع؟ المشبع المثال بتاعه الميثان، على طول كده عشان بس الإيه إيه نخش في الموضوع. الميثان عندي ذرة الكربون، واتفقنا 4 ذرات هيدروجين، ولذلك انا خدت فيها جزء كبير من المقدمة. بصوا كده معايا، مركب الميثان ده ميس يعني واحد، ذرة كربون واحد. خلاص الصيغة بتاعته او الصيغة بتاعت الالكان، لان ده اسمه ايه الالكانات او الالكان، الصيغة بتاعته احنا عرفناها عشان الوقت بس، CN H2N زائد 2، ولكن انا بحب اكرر عشان ايه نثبت المعلومة مش عشان تضيع وقت ولا حاجة. خلاص يبقى تثبيت المعلومة. بالنسبة للألكانات هي تسمى مركبات مشبعة. ليه مشبعة؟ لانها لا تقبل الاضافة، ما ينفعش اضيف حاجة هنا، خلاص الكربون استكفى. طب الغير مشبع زي مين؟ زي الايسيلين. بصوا كده معايا، يبقى اي مركب فيه رابطة تساهمية ثنائية او ثلاثية يبقى ايه غير مشبع. يعني ايه غير مشبع؟ يعني يقبل الاضافة. يبقى احنا ايه هو المركب الغير مشبع؟ يعني يقبل الاضافة. يقبل ايه الاضافة؟ وديكم مثال على طول على الجزئية دي، ومثال حلو. يعني ده الايسيلين، الايسيلين ليه اسم تاني؟ الايسين، لان تسمية المركبات العضوية لها حلقة لوحدها كاملة ان شاء الله. خلاص يبقى المركب المشبع الذي لا يقبل الإضافة، لا يقبل الإضافة، وخلاها كده بمعاني اللي احنا عارفينها، أنا شبعان يبقى مش هقبل إضافة أي لقمة سواء رز أو عيش أو أي حاجة. يبقى الوقت المشبع المركب الذي لا يقبل الإضافة، لأن الروابط بتاعته كلها سيجما متنفعش تتكسر. أمال بنتعامل مع الأستاذ ده إزاي؟ نتعامل مع الميثان إزاي؟ بالاستبدال. الاستبدال، وفي مثال صغير بس اقوله لكم اهو، استبدال يعني ايه؟ لان ده برضو الحاجات دي علينا وعايزين نفهمها. ايه حكاية الاستبدال وايه حكاية الاضافة؟ نفهم كده الاستبدال والاضافة، وياريت نركز فيها لانها حاجات مهمة قبل ما نبدأ في المجموعات الوظيفية النهاردة، لان بصراحة المجموعات الوظيفية مهمة جدا جدا جدا. ايه حكاية الاستبدال وايه حكاية الاضافة في المركبات العضوية؟ اتفقنا المشبع لا يضاف له اي عنصر، اما الغير مشبع زي الايسيلين والاستيلين اضافة. اضاف ازاي؟ نيجي بالاستبدال الاول. الاستبدال ان عندي الميثان CH4 يوم ما فعله مع الكلور، دي اسمها هلجنة ودي مكررة علينا بالمناسبة، الترافايلوت على السهم، ده 4 معادلات ورا بعضها، هنعمل لكم بس واحدة منها عشان نفهم ايه حكاية الاستبدال. خلاص يبقى الاستبدال عندي ادى الميثان اهو زائد الكلور. ده المنظر قدامي اهو. طب انا احلها ازاي؟ احنا قلنا الكيمياء جميلة جدا لما بتتفهم، وما ندندن مع بعض فيها كده في الاجابة. ازاي يا استاذ؟ بصوا كده الميثان، لو انا عملت الميثان كده، الميثان CH3 ربطة كده، ها H. هو ينفع كده اعملها كده يا مستر؟ طبعا، ده حلاوة الكيمياء العضوية. شوف انا عملت ايه دلوقتي، CH4 خلتها CH3 و H بره الواحد. ليه؟ ما هي قدامي اهي، ما فوق اهي، اهي بصوا كده CH4. لو انا سبت دول كده وطلعت H بره ما فيش مشكلة. طيب يلا زائد، بصوا معايا بقى كده، CL C ربطة CL، CL ربطة CL، خلاص ما هي دي رابطة تساهمية أحادية. خلاص، لأن برضو في الكيمياء الغير عضوية أرجع لكم على الروابط الأيونية والتساهمية إن شاء الله قريبا.
الرابطة السهمية أحادية. طب ايه الموضوع هنا بقى؟ ايه الموضوع هنا؟ هنكسر الرابطة دي وهنكسر الرابطة دي، ركزوا كده معايا. لما كسر الرابطة ده هياخد الكترون بتاعه، والاستاذ ده ياخد الالكترون بتاعه. معلش، ما فيه كان فيه رابطة تساهمي، انا مشارك مع واحد في مشروع، كسرنا المشروع فركشناه، خلاص كل واحد بياخد حق. هنا نفس الكلام، بصوا المنظر بقى كده، ده الكترون وده ايه؟ الكترون مع ذرة الكربون. ايه اللي هيحصل؟ الاتش هتاخد السي ال، يبقى تم استبدال ذرة هيدروجين بذرة ايه؟ كلور، هو ده اسمه الاستبدال. ولذلك شوفوا الناتج، الناتج اهو الترا فايلوت طبعا، هتبقى سي اتش 3 سي ال زائد اتش سي ال طلع. اكن ده اسمه تفاعل استبدال. يبقى ذرة الكربون لا يعنيها مرتبطة مع مين، يعنيها ان هي مطبقة الشرع في الروابط، والكلمة دي برضو ما مش وحشة ولا حاجة، نفتكرها بأي طريقة. يعني متجوز على سنة الله ورسوله بالأربعة، وما يهموش الأربعة زي بعض. معلش، ما ممكن زوجة من الأزواج اللي هو متجوزها تموت، هيجيب واحدة تانية من أي حتة سي ال، ها؟ الزوجة التانية دي هتموت، هيجيب واحدة من أي حتة هنا يوت. الزوجة التالتة، ها؟ بروم. خلاص، يبقى عندي الرابعة، ها؟ فلور. لكنه ممكن كده، ممكن كده، يبقى ده اسمه الاستبدال. شلت منه ذرة هيدروجين، اضيف له حاجة من الهالوجينات بسرعة بسرعة، لانها رابطة تساهمية. لان احنا اتفقنا ان الكربون ايه؟ لا فلز. الكربون لا فلز يا جماعة، الكيمياء متواصلة مع بعضها، احنا بنتكلم في كلام بره العضوية. يبقى لازم اللي هيرتبط معاه بروابط تساهمية لازم يكون لا فلز، لان الرابطة التساهمية تتم بين ايه؟ لا فلز ولا فلز. ولذلك قلت ايه؟ تبقى حلقة قريبة عن الروابط الايونية والروابط الايه؟ التساهمية. عرفنا مشبع يتم بالاستبدال وليس الاضافة. طيب تعالوا بقى نشوف موضوع الاضافة كده في الايسيلين والاستيلين. الايسيلين احنا اتفقنا الحصة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، ياريت نراجع الحاجات اللي بناخدها خلاص، ونتابع ونشوفها، ونعمل اشتراك في القناة عشان نستمر معاكم في جميع فروع الكيمياء لغاية ما تخلصوا جامعة. لان انا بأسسكم الوقت مش عشان تلتة سنة، وتلتة سنة وهتعدي ان شاء الله وتوصلوا اللي انتوا عاوزينه وهتبقوا زي الفل. ماذا بعد الثانوية العامة؟ في بعض الناس بتفكر الثانوية العامة خلاص، لا، الجامعة ده عالم اخر، اخر مختلف تماما. يبقى انا لو انا مع داخل ومعايا اساسيات يبقى لازم اعرف انا هشتغل ازاي. بصوا بقى موضوع هنا، يا ترى بصوا كده، انا بضيف ايه؟ اتش واتش. يعني ايه اتش واتش؟ اتش 2. طب انا كنت ضايف هنا سي ال 2، بس هنا ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى استبدال، دي اسمها ايه؟ اضافه. يعني ايه اضافه؟ بالمناسبه اضافه الهيدروجين اسمها هدرجه، ودي الحاجات اللي هنعرفها في الحلقات الجايه. اضافه ميه اسمها هيدره حفزيه، هلجنة، إضافة كلور أو فلور أو بروم، هلجنة. طيب إيه اللي هيحصل هنا؟ هنكسر الرابطة وهنضيف، هنكسر الرابطة وهنضيف، مش استبدال، ما هو ده الفرق أهو. ها؟ كان هنا استبدال، هنا إيه؟ إضافة. يا ريت الكلام ده مركز جدا، زي الحقنة الوريد والحقنة الإيه؟ العضل، دي حاجات وريد. المفروض تدخل على طول على إيه؟ على البلد زين هارت. ها، اكسر الرابطه. اتفضل يا استاذ. اهو كسرنا الرابطه وهنكسر الرابطه هنا اهي. بصوا كده، ده هتيجي هنا، اتفضل. ها، وده هتيجي هنا، لا مانع. بصوا الناتج الجديد ده، الاصل اهو، بعد ما الرابطه اتكسرت ما عادش فيها الا رابطه واحده. طب ايه اللي حصل؟ الاضافه، اضافه ايه؟ هيدروجين هنا وهيدروجين هنا. طب ده كان اسمه ايه؟ الايسيلين او الايسين، اتحول لايه؟ للايسان. ما هو ده سؤال امتحان، كيف؟ كيف؟ طبعا هنا في سهم وعليه ايه؟ عوامل حفازه، مش موضوعنا الوقت. انا يهمني بعرفك الاضافه، لكن لما نيجي نشتغل هنشتغل كل حاجه بالقواعد بتاعتها. يبقى انا الوقت ضفت، كسرت الرابطه، كسرت الرابطه،
طب وبعدين بعد ما كسرت الرابطة ايه اللي حصل؟ لما كسرت الرابطة ها بقى الكترون هنا والكترون هنا، كل واحد خد حق. كسرت الرابطة ما بين الهيدروجين والهيدروجين، كل واحد خد ايه الكترون بتاعه، تم ها الاتصال بهكذا، يبقى تحول الى ايه؟ الى الايثين. ديت المركبات اللي احنا قلنا عليها مشبعة، وبالمناسبة في مركبات مشبعة خلاص ألف مشبعة وغير مشبعة. في المركبات الألفاتية، ألفاتية اللي هي سلسلة إما مفتوحة زي ما احنا شغالين دلوقتي، أو سلسلة حلقية. سلسلة إيه؟ حلقية، بتبقى مشبعة. سلسلة حلقية يعني مشبعة خلاص، زي الهكسان. الهكسان الفرق ما بين الهكسان والبنزين، ركزوا معايا، الهكسان C6H12 خلاص مشبع، الكربون متشبع ومظبط نفسه. هنا البنزين C6H6 ده غير مشبع. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ نشوف بسرعة كده قبل ما نخش على المجموعات الوظيفية. يلا، يبقى هنا المركبات قد تكون أليفاتية وقد تكون أروماتية. الأروماتية ديت اللي بنسميها عطرية، بنسميها حلقية غير مشبعة. كلام خطير جدا جدا جدا، غير مشبعة زي البنزين C6H6. يلا عشان نتكلم كده على الايه المكشوف زي ما بيقول، C6 يبقى دي ايه؟ البنزين. طيب الأليفاتية قد تكون سلسلة مفتوحة أو سلسلة إيه؟ سلسلة مغلقة. السلسلة المغلقة ممكن تلخبطنا مع مين؟ مع البنزين، لأنها سلسلة مغلقة بنسميها حلقية، وهنا سميناها إيه؟ حلقية. بس الكلمة دي اللي تفرق بقى، هنا غير مشبعة وهنا إيه؟ مشبعة. تفرق؟ تفرق. طبعا السلسلة المفتوحة لسه قايلينها في الصفحة اللي فاتت، فيه مشبعة وغير ايه؟ مشبعة. يا ريت التقسيمة دي نركزها كده. ها المشبعة اتفقنا زي الميثان CH4، الغير مشبعة زي C2H2. طب C2H4 ده اسمه ايه؟ الايثيلين، ولسه متكلمين عنه الوقت في تفاعل ايه؟ الاضافة خلاص. ها وفي تاني C2H2 قلناها المرة اللي فاتت، الاستيلين. انا بقول اسماء المركبات الاصليه، الايثيلين ليه اسم تاني ايسين، الاستيلين اسمه ايه؟ ايسايين، ده اسمه ايه؟ الميثان خلاص. قلنا ايه؟ سلسله مفتوحه. طب السلسله الحلقيه، سلسله حلقيه مشبعه، يعني ايه مشبعه؟ سي 6 ايه؟ اتش 12. طب انا بقول ايه حكايه مشبعه؟ لان ابسط مركب، ابسط مركب في الكيمياء العضويه سي اتش 2، ليه صيغه واخدينها في اولى ثانوي. طب ايه اللي حصل؟ الهيدروجين ضاع في مين؟ الكربون. طب نشوف هذا الكلام. بصوا كده اهو، ده منظر الهكسان. انتم ملاحظين ايه؟ مفيش روابط هنا. طب ما تيجي تشوف البنزين كده وافسرها لكم برضو، بس لازم نفهم. اصل احنا هنا بصوا كده، البنزين ممكن نعمل بنزين كده، طب وبعدين ممكن البنزين كده اهو. كون رابطة تساهمية ثنائية اذا غير مشبع. هنا روابط احادية فقط، يبقى ايه؟ حلقات مشبعة او مركبات مشبعة. طب نقفل على دي كده ونتكلم على الهكسان. شوفوا الهكسان 6 ذرات كربون، والاستاذ هنا اللي هو البنزين العطري 6 ذرات كربون. يا ريت نفهم، انا بجيب لكم من ايه؟ من تحت الصفر كمان اهو. احنا عايزين نفهم كيمياء عضويه، احنا قلنا ازاي نتفوق، ازاي نحترف في الكيمياء العضويه. انتم ملاحظين ايه دلوقتي؟ الاوضاع اللي قدامي دي حلقه بنزين، وده حلقه، يعني دي حلقه سداسيه، لان قلنا ايه؟ C6، وهنا برضو C6، C6H6، هنا C6H ايه؟ 12 خلاص، او C6H12. ها نركز كده، ايه الفرق ما بين الاتنين كده وبالراحة. احنا اتفقنا ان الكربون لا يعني حاجة في الدنيا الا الزواج بالشرع. اظن الكلمة دي اتفهمت يعني ايه؟
يعني لازم معاه 4 روابط تساهمية. لا شوف كده ما يتعاملش مع اي حاجة الا بالطريقة دي. طب وبعدين يا استاذ؟ اقول لك وبعدين، بصوا كده، كل ذرة كربون فيها 2 بس، يبقى ناقصها 2 هيدروجين. بدأت توصل هاي المعلومة؟ طيب 1 2 3 4. طب الاستاذ ده 1 2 بس. اتفضل يا استاذ. لو فهمنا دهيت كيمياء العضوية كلها تبقى سهل. ها يلا، هنا اتش وهنا اتش، كلها كده يا استاذ. ما هو انت لو ملاحظ بقى، وانت ملاحظة معايا ومركزين معايا، فعلا التركيبة دي هي بتنم على ان احنا بنتكلم على مين؟ على الهكسان. ها بصوا كده، هنا اتش وهنا ايه؟ اتش. يعني ايه برضو؟ ايه الكلام ده؟ لما اقول لك هكسان، هكسان ونطبق على القانون بتاع الالكان، ايه الحكاية؟ يلا شوفوا كده، هكس يعني 6، يعني سي 6 اتش. 2 × 6 ب 12، واتنين كام؟ 14. خلاص يبقى الوقت هنا هوت، الاتنين في ستة ب 12، ها وهنا ايه؟ 14. تمام 14، ده اسمه ايه؟ الهكسان. لما اقول هكسان حلقي عشان اربط الاتنين مع بعض بنقص 2 ايه؟ هيدروجين. تاني، هكسان هكسان غير حلقي اللي هو الايه؟ السلسلة المفتوحة. طب اما اجي اربطهم ببعض عشان برضو اي طالب او طالبة، انا عاوز بنتعامل مع ايه؟ مع جميع الفئات، حتى الفئات المتميزة جدا. يعني انا هنا لو انا عملت هكسان 3 4 5 6، ده هي هتبقى كام بالمنظر ده؟ 14. طب اما اجي اوصل الاتنين دول مع بعض هشيل منهم ايه؟ ذرتين هيدروجين، يبقى هتطلع لي نفس العمليه دهيت اللي انا بقول عليها سي 6 اسمه هكسان حلقي بقى، يبقى ده غير حلق، هكسان حلقي سي اتش اتش 12 سي 6 اتش 12. خلاص ده الهكسان. تعالوا بقى نشوف الغير مشبع نظامه ايه. غير مشبع تركيبته ايه؟ بصوا كده، سي 6 اتش ايه 6، معنى كده ايه؟ ان كل ذره كربون معاها ذره هيدروجين واحد، هي دي اسمتها. مش احنا اتفقنا كده ان الكربون بيسيب الهيدروجين نصيبه اللي يجيله وبعد كده بينظم نفسه؟ زي مين؟ زي اي موظف بيجيله 1000 جنيه بيوظف نفسه على 1000 جنيه، جاله 2000 بيظبط نفسه على 2000، جاله 500 بيظبط نفسه على 500. هو كربون كده بيسيب ذرات الهيدروجين نصيبه حقه، بعد كده بيظبط نفسه ما بينه وبين ذرات الكربون اللي حواليه، زي ما انا بظبط نفسي ما بيني وبين الناس اللي حواليا، من تجارة، من شراء حاجات معينة. كنت مرتبي 3000 جنيه بقى 1000 جنيه، يبقى الامور ايه؟ هتظبط. خلاص مرتبي 5 هتظبط برضو، هو الكربون بيعمل كده. شوف الكربون، الكربون الوقتي بقى فيه 3، يبقى هيجي بينه وبين ذرة كربون ويقوم عامل له ربط. خلاص بصوا كده على الذرتين دول اكتفهم، يعني لو رقمت يبقى الوقت هنا ذرة الكربون لو رقمنا 1 2 3 4 5 6، شوفوا كده ما بين 1 و2 بقت رابطة ثنائية. ليه؟ لأن الكربون لازم يولف ويظبط نفسه إن هو يبقى إيه؟ فيه 4 روابط. عدوا معايا 1 2 3 4. طب اللي جنبها رقم 1 1 2 3 4، خلاص يبقى كده تمام. طب تعالوا ما بين 2 و3 مش هيتضاف لها ربط، ليه؟ عدوا معايا، ما هي دي رقم 1 خلاص بقت ايه؟ رباعي. ها رقم 2 رباعي. طب التلاتة 1 2 3، واللي جنبها 1 2 3، يبقى نحط ربطة هنا وهكذا، هنحط ربطة هنا، يبقى دي حلقة البنزين. ولذلك حلقة البنزين بصوا المنظر مش منظرة اهو. خلاص يبقى الوقت هنا اهو المنظر ده بالظبط زي دي، زي اللي انا عاملها لكم اهي. طب ايه حكايه الدايره؟ بنختصر الكلام ده اهوت وبنعمله الدايره. طب في معلومه اخيره قبل ما نخلص الحلقه دهيت ان شاء الله، بصوا كده تاني، منظر البنزينه او البنزين العطري اهو، ايه حكايه ذرات الهيدروجين؟ ما هي دي هيدروجين بدول. بدول يعني ايه؟ يعني ديت بشيلها وبستبدل ايه؟ يعني مثلا هنا عايز اضيف حاجه،
اضيف حاجة يعني ايه؟ زي المية HOH. خلاص عايز اضيف مثلا ان ايه او اتش اهي، ايه اللي هيحصل؟ طبعا الهيدروجين مع الاو اتش، يبقى ذره الصوديوم هتخش ايه هنا، يبقى اسمها بنزوات الصوديوم اهي. ما هي دي فكره بقى الكيمياء العضويه وحلاوتها اهي. خلاص يبقى ذره الهيدروجين دي شلتها، حطيت مكانها ايه؟ ما هو الاتش دي اتحدت مع الاو اتش هتدينا ميه، يبقى الوقت هنا يديني ايه؟ ان ايه اللي احنا بنقول عليه مين؟ بنزوات الصوديوم، بنزوات الصوديوم. خلاص يبقى في الحاله ديت لو ضفت هيدروكسيد الصوديوم للبنزين عرفنا في ذرات هيدروجين موجوده على كل ايه موقع من المواقع دي. ذرات الهيدروجين دهيت بنستبدلها على طول، خلاص يعني بتشال وبيدخل مكانها ايه ذره تاني. خلاص يبقى ديت الحلقه النهارده بالنسبه للاساسيات او كيف اتفوق. مطلوب مننا بس نراجع الحاجات اللي احنا بناخدها، نعمل اشتراك عشان يوصل لنا الحلقات الجديدة اللي جاية، لان ان شاء الله هنعمل خطة كده معينة ان احنا نعمل اساسيات في كل حاجة، يعني ازاي نتفوق فعلا في الكيمياء، ازاي نتفوق في الاحياء، ازاي نتفوق في الفيزياء بطريقة سهلة وبداية في هذا الموضوع. اما الخريطة او المخطط اللي احنا هنعمله بالنسبة لقناة مصطفى رجب الخبير، اعمل لكم حلقة مخصوص بيه، لان في ناس الوقت قاعدين بيقولوا عايزين حلقات جديدة يا مستر. هي الحلقات هي حلقات هي يا جماعة، يعني مثلا الحلقة الاولانية في الاحياء في اولى ثانوي ممتازة ما شاء الله وجميلة جدا وجايبة مشاهدات حلوة جدا، يعني ما مش هعدها واعملها تاني بنفس الطريقة. لأ المطلوب المرحلة الجاية الحاجات، عملنا تحديث للقناة كلها للحلقات كلها في قوائم التشغيل وظبطتها بقدر الإمكان. مطلوب مننا نعمل بقى أسئلة، نعمل مراجعات، يعني ما اشرحش نفس الحلقة تقول لي عشان أسمعها من جديد، لا افتحها واسمعها وركز فيها، مشروحها شرح جميل جدا. الحلقات على الأقل في كل فرع في 5 حلقات كاملين، كاملين اولى ثانوي وتانية ثانوي، كاملين كيمياء واحياء، وانا ظبطتهم في قوائم التشغيل. وان شاء الله اعمل لكم خريطة او مخطط او يعني بنسميه السلسلة او السلاسل ايه اللي احنا نعملها في القناة. خلاص وفي مقترح برضو عاوز اشوف رأيكم فيه، وان شاء الله هنعمل فيه حلقة مخصوص ان انا هجيب المرحلة الاعدادية، يا ريت اللي ليه حد في اعدادي يعني يتواصل معي، وده هتفيد برضو بعض زملائنا المدرسين اللي لسه مخلصين من سنة او من سنتين وهيبدأوا. يعني مثلا المرحلة الاعدادية المناهج معروفة، ومن 30 سنة بخاطب التوجيه واقول له ان فعلا المناهج اصبحت متفرعة. يعني عند المرحلة الاعدادية اولى وتانية وتالتة فيها كيمياء وفيها احياء وفيها فيزياء، فطبعا ان شاء الله المرحلة القادمة هنفذ الاتي. المرحلة الاعدادية اولى وتانية وتالتة هطلع في الترم الاول، الترم الاول خلاص كيمياء الترم الاول في اولى اعدادي وتانية اعدادي وتالتة اعدادي، خلاص هطلع منها الكيمياء واشرحها وبترتيب الكتاب. يبقى الوقت اي مدرس جديد او بدأ يشتغل في المرحلة القادمة، يبقى لو مش تخصص كيمياء لما يشوف الحلقات ديت ان شاء الله يستفيد منها، لان شرح كيمياء كيمياء، يعني الكيمياء اللي موجودة في منهج اولى اعدادي اللي تانية اعدادي في تالتة اعدادي في الترم الاول. نفس الكلام في الاحياء، في بعض مدرسين تخصص كيمياء وفيزياء خلاص ما درسوش احياء باستفاضة، او يعني نسيوا الحاجات اللي ايه اللي اتقالت ايام الدراسة، لان عدى 6 7 سنين او 8 سنين. يبقى الترم الاول برضو في الاحياء في اولى اعدادي تانية اعدادي تالتة اعدادي، يبقى دي حلقات منفصلة، دي حلقات منفصلة، ودي حلقات ايه منفصلة، نفس الكلام. يا ريت المعنى يكون وصل. وهل دي هتفيد المرحلة الثانوية؟ طبعا. يبقى المرحلة الثانوية لما تشوف هذا الكلام، المرحلة الثانوية لان في حاجات مشتركة ومشتركة بقوة كمان. زي ايه مشتركة بقوة كمان يعني؟ وبقولها كده بقوة. فعندي تانية اعدادي الاحياء اللي موجودة في تانية اعدادي موجودة في الثانوية عامة، التكاثر كله. طيب تالتة اعدادي، تالتة اعدادي فيها الهرمونات، فيها في تالتة ثانوي. طب وايه تاني؟
تانية إعدادي فيها كيمياء هي كيمياء تانية ثانوي، خلاص الجدول الدوري بشرحه بالتفصيل. هل ده يفيد تانية ثانوي كيمياء؟ طبعا، دي المعلومة دي بقولها لأن أنا بتكلم مع المرحلة الثانوية الوقت. لما أقول هذا الكلام الفيزياء، الأمواج الموجات والضوء موجود في تانية ثانوي فيزياء، خلاص. يبقى في الحالة دهية أنا هعمل هذا المخطط أو هذه الطريقة بداية من بعد 15/6، هبدأ إن شاء الله هذه المرحلة 15/6 حلقات جديدة خلاص، ومتخصصة في هذا الجزء، خلاص. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا إن شاء الله ونشترك في القناة ونحاول ندعمها عشان يوصل لنا كل جديد. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.